السلام عليكم، مرحبا بكم تلاميذ وتلميذات الجامعة المشترك العلمي. اليوم غادي نستأنفو العمل على الدروس اللي ديجا بديناهم. غادي نشرعو في درس جديد اليوم اللي العنوان ديالو عموميات حول الدوال العددية. أنا متأكد بلي أن المصطلح ديال عموميات حول الدوال أو المصطلح ديال الدالة العددية ماشي جديد عليكم 100%، ديجا استأنستو بيه وشفتو قبل في الدروس ديال السنة الثالثة إعدادي. كنظن طرقتو الحالة خاصة ديال الدوال العددية اللي هي الدالة التآلفية الخطية. واخا دونك حنا غادي نحاولو نطرقو للدوال العددية والعموميات كبداية حول الدوال العددية، ونشوفو أنواع أخرى من الدوال العددية لنتعرفو عليهم من جديد ونحاولو نضبطو التعاريف والخاصيات اللي مرتبطة بها. واخا دونك أول حاجة غادي نحاولو نعطيو نقدمو التعريف ديال دالة عددية. نحاولو نقراو جميع، هو هذا. دونك ناخدو تعريف واحد، نقول أننا عرفنا دالة عددية f لمتغير حقيقي إذا ربطنا أو إذا قمنا بربط كل عدد x من r على الأكثر. هذا على الأكثر، يعني كاين شي أعداد يكونوا عندهم صور، شي اعداد ما عادش يكون عندهم صور في مجموعه الانطلاق الى مجموعه الوصول، بعدد حقيقي نرمز له ب f دو x. f دو x كتقرا صوره العدد x بالداله f. f دو x كتسمى صوره العدد f دو x. ندير واحد الشيما، واحد التمثيل هنايا باش نحاولوا نوضحوا هذه الفكره هذه ديال التعريف. واخا دونك افترضوا بلي عندي مجموعه ديال الانطلاق هنايا نسميها أ، وعندي مجموعة ديال الوصول نسميها F. واخا حنا قلنا بلي أن الدالة العددية كتربط بين مجموعة العناصر من مجموعة الانطلاق لمجموعة ديال الوصول. فصارت بلي أن مجموعة الانطلاق ديالي فيها مثلا فيها واحد، فيها ناقص واحد، فيها جذر جوج، فيها ثلاثة، فيها 11 مثلا. مجموعة ديال الوصول غادي نلقى مثلا فيها مثلا 13، نلقى ناقص جوج، نلقى ناقص جذر جوج، نلقى 15 الى اخره الى اخره. واخا نلقى مثلا صارت بلي ان هاد الداله هادي كتربط لي العدد واحد بالعدد ناقص جوج، كتربط لي مثلا جذر جوج حتى هو بالعدد ناقص جوج، كتربط لي مثلا 11 بالعدد 15 الى اخره. واخا دونك شنو نقدر نكتب هنا؟ اول حاجه باستعمال هاد الترميز اللي شفناه فوق هنايا، نقدر الا كانت هاد العلاقه اللي كتربط هاد الاعداد بهاد الاعداد من مجموعه الانطلاق الى مجموعه الوصول اف نسميها مثلا اف. عندي الحق انني نكتب الصوره ديال العدد واحد هي ناقص جوج. نقدر نقول عاوتاني الصوره ديال العدد جذر جوج هي ناقص جوج ايضا. نقدر نكتب الصوره ديال العدد 11 هي العدد 15 الى اخره. واخا دونك هنايا شنو كندير؟ ملي كنقول على الاكثر، يعني مثلا واحد عنده ناقص جوج، كما نجي نلقى بلي انا مثلا واحد عنده اكثر من صوره واحده. واحد ما نقدرش مثلا نلقى الصوره ديالو هي ناقص جوج، مره نلقاها هي 13، مره نلقاها هي ناقص جذر جوج الى اخره. واخا دونك على الاكثر، يعني كاين على الاكثر يعني الماكسيموم، يعني على الاكثر عنده صوره واحده. ما يمكنش يعني نقدر نلقى ايضا بلي كاين شي عدد اللي ما عندهمش صور. وهنايا غادي ندخلوا المفهوم اللي هو مرتبط بالمفهوم ديال التعريف ديال الداله. ماشي غير نهضر على التعريف ديال واحد الداله عدديه بلا نطرق المفهوم ديال ما يسمى بمجموعه التعريف. مجموعه التعريف كنحطوه هنايا باش يبان لكم. واخا مجموعه تعريف داله عدديه اف هي المجموعه المكونه من جميع الاعداد الحقيقيه التي تقبل صوره بالداله اف. مجموعه تعريف، اعيد، داله اف هي مجموعه الاعداد التي تقبل صوره بالداله f. يعني مثلا رجعنا لهذا المثال اللي درت لكم هنايا في الخطاطه، القوا بلي ان الاعداد اللي من e واللي كتقبل صوره بالداله f هما واحد وجذر جوج و11 فقط. العدد ناقص واحد وثلاثة في هذا المثال هذا لا تنتمي الى مجموعه تعريف داله f، ما كتعرفهمش، ما كتقدرش تحدد الصور ديالهم. واخا والرمز ديال مجموعه التعريف ديال الداله f كنرمزوا ليه بالدي دو f. وفي هذه الحاله في هذا المثال اللي عندي هنايا نقدر نكتب دي دو اف تساوي دي دو اف تساوي نكتب واحد نكتب جذر جوج ونكتب 11. واخا مزيان
دونك مجموعة تعريف ديال الدالة بصفة عامة هي مجموعة ديال الأعداد اللي كتقبل صورة بواحد الدالة. مزيان، واخا. دونك غنحاولو ناخد واحد المثال. إذا ناخد واحد المثال، نفترضوا بلي عندي واحد الدالة عددية، عندي واحد الدالة عددية اللي كتربط واحد الأعداد الحقيقية بواحد الطريقة معينة. مثلا من أجل صفر كتعطيه الصورة هي صفر، مثلا من أجل ناقص واحد كتعطيه الصورة هي واحد، من أجل مثلا اثنان كتعطيه الصورة ديالو هي أربعة، مثلا من أجل خمسة الصورة ديالو هي 25، مثلا من أجل ناقص ثلاثة كتعطيه هي 9، من أجل ناقص أربعة غادي تعطيه هي 16، واخا. من أجل مثلا جذر جوج هي جوج. كيف لاحظتوا هنايا، إلا جيت نلاحظ مزيان عاد تلقاو بلي أنني نقدر نتنبأ أي عدد ونحدد الصورة ديالو بهاد الدالة هادي اللي نسميها مثلا اف. صفر صفر ناقص واحد واحد، جوج أربعة ناقص جوج أربعة، خمسة 25، ها أربعة 16، جذر جوج جوج، ثلاثة 9، إلى آخره. هتلاحظوا بأنني نقدر نحدد الصورة ديال أي عدد، حتى لو كتبت لكم هنا 9 عادي تقولوا لي 81، أو إلا كتبت لكم هنايا إكس عادي تقولوا لي إكس أس 2، يعني يكفيني نرفع هذا العدد الحقيقي أس 2 وعاد يعطيني الصورة ديالو. إذا نقدر نستغني أنايا مثلا على هذا الشيما كاملة اللي درت هنايا كأمثلة، واخا، ونلخص هذا الشيء كامل في كتابة وحيدة. عادي نكتب إذا كان عندي إكس واحد العدد حقيقي فإن الصورة ديالو بهذه الدالة هذه أيكون هو إكس أو كاري. وشنو هو الصورة ديال الدالة ديال واحد العدد إكس بالدالة إف؟ راه كنرمز ليه بإف دو اكس، وكتولي عندي هذه الكتابه هذه. صافي، كيبقى لي هنايا كنلاحظ بلي ان اي عدد حقيقي نقدر نحسب الصوره ديالو بهذه الداله، يعني اي عدد حقيقي يكفي نرفع اس 2 وكيعطيني الصوره ديالو بهذه الداله، وبالتالي عندي الحق انني نكتب بلي مجموعه التعريف ديال هذه الداله هذه هو ا. صافي، ناخذ واحد المثال اخر. ناخذ مثلا الداله نسميوها جي، ياك، اللي كتربط ليا مثلا كل عدد بالمقلوب ديالو. يعني مثلا إذا كان عندي إكس الصورة ديالو غادي تكون هي واحد على إكس. إذا كانت الدالة سميتها جي نقدر نكتب الصورة ديال العدد إكس هو واحد على إكس. دونك إذا سولتكم ما هي صورة العدد واحد تقولوا لي هو واحد، إذا سولتكم الصورة ديال العدد ثلاثة تقول لي هو واحد على ثلاثة، إذا سولتكم الصورة ديال ناقص واحد على ثلاثة تقول لي هو ناقص ثلاثة، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. ولكن إلا سولتكم شنو هي الصورة ديال عدد صفر تقول لي ما كاينش. علاش؟ حيت الصفر ما عندوش مقلوب، واخا. دونك غنلقى بأن الاستثناء الوحيد اللي كاين هنايا هو صفر. إذا جميع الأعداد الحقيقية كتقبل صورة بهذه الدالة ما عدا العدد الصفر، وبالتالي مجموعة التعريف اللي هي مجموعة الأعداد الحقيقية اللي كتقبل صورة بهذه الدالة الجي تكون هي R ما عدا الصفر، أي R نجمة، واخا. دونك ناخذ واحد المثال اخر عاوتاني، ناخذ واحد المثال اخر. ناخذ مثلا الداله اش للصوره ديال اي عدد حقيقي اكس هو الجذر مربع ديال هذا العدد اكس. الا قلت لكم شنو هي الصوره ديال واحد تقول لي هو واحد، الا قلت لكم الصوره ديال ربعة تقول لي هو جوج، الى اخره. ولكن ملي قلت لكم عطيوني الصوره ديال واحد العدد سالب مثلا ناقص 3 تقول لي لا يمكن، انا لا يمكن تحديد الجذر المربع ديال العدد السالب. وبالتالي هنا القابل الاستثناء اللي عندي هو جميع الاعداد السالبه. اذا فقط الاعداد الموجبه هي اللي عندها صوره بهذه الداله، وبالتالي عندي الحق نكتب ان مجموعه تعريف هذه الداله دي دو اش تساوي ار زائد على شكل مجال، عفوا، صفر زائد ما لا نهايه، صفر زائد ما لا نهايه. شي مرات كتكون عندي دالة عددية مجموعة التعريف ديالها واضحة وكنقدر نحددها مباشرة، أو ديجا هي محددة يكفي أنني غير نكتبها. مي في حالات أخرى كيكون مجموعة ديال التعريف خاصني ضروري نخدم عليها شوية باش نحددها. دونك كمثال نحددو، نعطيو واحد المثال هنايا. مثلا ناخدو الدالة العددية، مثلا ناخد الدالة العددية نسميها F اللي كنحدد الصورة ديالها بهذه الكيفية، f دو x مثلا تساوي واحد على x أس 2 ناقص واحد، واخا.
إذا باش نقدر نحدد الصورة ديال أي عدد حقيقي بهذه الدالة F، شنو خاص يكون عندي؟ خاصني نلقى أن العدد اللي كاين هنايا في المقام خاصو يخالف ليا الصفر، واخا؟ مثلا إلا حسبت الصورة ديال جوج، ألقاها هي واحد على جوج أس اثنان ناقص واحد، اللي هي شحال؟ واحد على أربعة ناقص واحد، اللي هي واحد على ثلاثة. إذا قلت لكم مثلا حسبوا الصورة ديال واحد، أتلقى واحد على واحد ناقص واحد، اللي هي واحد على صفر، وهذا لا يمكن. إذا واحد لا ينتمي إلى مجموعة التعريف. ولكن عمليا كيفاش كنحدد أنا هي مجموعة التعريف في الحالات بحال هادو؟ وشنو كنمشي كندير؟ كنكتب بالتفصيل أن مجموعة التعريف ديال الدالة F تساوي ماذا؟ هي جميع الأعداد الحقيقية اللي كتوفر فيها واحد الشرط معين. هاد الشروط المعينة اللي خاصها توفر في الأعداد الحقيقية باش تقبل صورة بالدالة F، هو في هاد الحالة هادي أن المقام يخالف الصفر. كنجي لهنا كنكتبو إكس أو كاري ناقص واحد تخالف الصفر، وكنزيد نكمل. واخا هنايا اش كيعني هاد الشيء؟ هو جميع الأعداد الحقيقية لحيث إكس كاري ناقص واحد تخالف الصفر، هادي راه متطابقة عامة، نقدر نكتبها على شكل إكس ناقص واحد في إكس زائد واحد تخالف الصفر. جداء عددين باش يخالف الصفر، خاص كلتا العددين يخالفوا الصفر، خاص حتى واحد فيهم ما يساوي زيرو. إذا كان شي واحد فيهم زيرو كانت الجداء كله يولي منعدم. إذا بحيث راني كاتب إكس ناقص واحد تخالف الصفر، وأيضا إكس زائد واحد يخالف الصفر، واخا تساوي يعني جميع الأعداد الحقيقية. هادشي كيعني لي أيضا بأن إكس خاصو يخالف ليا واحد، وأيضا إكس خاصو يخالف ليا ناقص واحد. إذا تنقراها بحال هكا، مجموعة تعريف الدالة F هي جميع الأعداد الحقيقية ما عدا إكس كيساوي واحد، يعني يخالف واحد خاصو يخالف واحد، وإكس في نفس الوقت خاصو يخالف ناقص واحد. إذا إلا خديتو نتوما المستقيم العددي ديالكم، تقدروا تاخذوا اي عدد حقيقي هنا من ناقص ما لا نهايه حتى زائد ما لا نهايه، ما عدا العدد ناقص واحد وما عدا العدد واحد. وهذا الشيء هو اللي كيعطيكم المجال من ناقص ما لا نهايه حتى ناقص واحد مفتوح، اتحاد المجال المفتوح يعني من هنا لهنا من هنا لهنا من هنا لهنا، المجال ناقص واحد واحد، اتحاد المجال المفتوح من هنا لهنا واحد حتى زائد ما لا نهاية، أو نقدر نكتبه باختصار هو R ما عدا العددين ناقص واحد وواحد. واخا هذا كان مثال، نقدروا نعطيكم مثال آخر. مثلا خذوا مثلا جي دو إكس، يعني الصورة ديال الدال ديال إكس بواحد الدالة جي، هو جذر مربع ديال إكس أس اثنان ناقص واحد. واخا أنا شنو الشرط اللي كيكون عندي؟ الشرط اللي عندي هنايا اللي خاصني نربط ليه البال فقط، هو ان ما تحت المربع خاصو يكون ديما عدد موجب. وكنمشي كيف درت هنايا نفس العمليه نفس العمليه، نقدر نكتب لان دي دو جي بهذا التفصيل هذا هو جميع الاعداد الحقيقيه اللي كيتوفر فيها واحد الشرط معين. هذا الشرط هذا شنو خاصو يكون؟ اكس او كاري ناقص واحد كي دايره اكبر من او تساوي الصفر، باش نقدر نحدد الصوره ديالها بالداله جي. هنايا شنو كنلقى؟ هنايا كنلقى بلي عندي حدوديه من الدرجه الثانيه، لي الجذور ديالها عارفهم اولا ديجا حليتهم هنايا. واخا اكس او كاري ناقص واحد حدوديه من الدرجه الثانيه عندها جذرين، جذرين اللي هما ناقص واحد وواحد، ويمكن لي نحط الطابلو مباشره، يمكن لي نحط الطابلو هنايا في الوسخ ديالي فوق اكس، وهنايا عندي جي دو اكس، الجذر الاول هو ناقص واحد والجذر الثاني هو واحد، كتنعادم جوج مرات. واخا هاد الحدوديه هادي شي جي دو اكس عفوا اكس كاري ناقص واحد، واخا عكس إشارة أ داخل الجذرين، إشارة أ موجبة، دونك هنا عندي ناقص وهنا عندي زائد وهنا عندي زائد. دونك باش تكون هاد الحدودية موجبة، إكس خاصو يكون في المجال من ناقص ما لا نهاية حتى ناقص واحد، ومن واحد حتى زائد ما لا نهاية. إذا شنو ولا عندي هنايا؟ ولا عندي مجموعة تعريف هاد الشيء هو المجال، يعني إكس اللي كيكون في المجال من ناقص ما لا نهاية حتى ناقص واحد، وهنا غادي ندير مجال مغلق بحيث اكبر من او يساوي اتحاد المجال من واحد حتى زائد ما لا نهايه. واخا دونك هذا كان مثال ولا مثالين كيفاش كنحددوا عمليا مجموعه التعريف مما كتكونش باينه ليا. واخا دونك المفهوم ديال الداله العدديه مرتبط بمفهوم ديال مفهوم ديال اش ديال مجموعه التعريف، وما يمكن ليا
باش نهضر على دالة عددية إلا ما هضرتش على مجموعات ديال التعريف، وخا طلبوها مني ولا ما طالبينشها مني راه ما يمكنش نهضر على دالة عددية إلا بتحديد مجموعات التعريف. دونك أنا نعطيكم واحد التمرين بمثابة التطبيق، نحاولوا نحددوا مجموعة التعريف ديال كل دالة من الدول اللي غادي نعطيكم دابا نيت، واخا ونديروا لها تصحيح أبري. إذا التطبيق ديال هاد الفقرة الأولانية أو لا مجموعة التعريف ديال العددية، هنعطيكم واحد المجموعة ديال الدول غادي نقراها عليكم دابا. المطلوب هو تحديد مجموعة التعريف الدول التالية: اف اكتب لي دي دو اف شنو هي على شكل مجال، دي دو جي شنو هي على شكل مجال مع تعليل إلى آخره، وهذاك الشيء اللي شفناه في الفيديو مع الدامة. الدالة الأولانية اف دو اكس تساوي اكس أس 2 زائد اكس، هاد النوع الا شديتو اكس كاري زائد اكس بوحديتها راها دالة راها عفوا حدودية، واخا. دونك هاد النوع ديال الدوال كيتسموا دوال الحدودية، ومجموعة التعريف ديالهم يتم تحديدها بشكل بسيط، خاصكم تحدوا عليها، واخا. جي دو اكس ايضا دالة حدودية، عندي اش دو اكس كتساوي ناقص اكس اس 2 زائد واحد على اكس اس 2. وضعوا الشروط اللي خاصني نوضع على اكس باش نحدد مجموعة ديال التعريف. نفس الشيء غادي تحددوه بالنسبة لك، ك دو اكس كتساوي اكس زائد واحد على اكس اس 2، واخا. ال دو اكس كتساوي الجذر مربع ديال اكس ناقص واحد، او دو اكس كتساوي القيمة المطلقة ديال اكس ناقص واحد، في دو اكس كتساوي القيمة المطلقة ديال اكس ناقص واحد، دبل في دو اكس كتساوي اكس ناقص واحد على القيمة المطلقة ديال اكس ناقص واحد. هنايا شنو عندي؟ عندي اغ دو اكس كتساوي الجذر المربع ديال هاد الحدودية من الدرجة الثانية اكس وكاري زائد اكس زائد واحد، صافي. دونك وضعوا الشروط على هاد الحدودية باش تكون موجبة، وسنجوا ليا مجموعة تعريف ديال الدالة، يعني سنجوا ليا الشروط اللي نوضع على اكس باش نحدد مجموعة تعريف الدالة اخ. هندوز لاس دو اكس كتساوي جذر مربع ديال ناقص اكس كاري زائد خمسة اكس ناقص جوج، واخا حتى هي بحال الاولانية حدودية من الدرجة الثانية تحت الجذر المربع. في الاخير تي دو اكس كتساوي الكوس ديال اكس مقسوم على واحد ناقص طونجونس اكس. يلا نخدمو هادو من بعد ندوزو لحوايج اخرين. يلا بالتوفيق.